السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي جمعنا فيه أغرب وأخطر سرقات اللي صورتها كاميرات المراقبة. غنشوفوا في هذا الفيديو سرقات غريبة وعجيبة بطرق اللي ما عمرك عرفتيها من قبل أو ما عمرك شفتيها من قبل حتى غتشوفها في هذا الفيديو بفضل كاميرات المراقبة. الإنسان الإخوان والأخوات فيه الخيب وفيه الزين، فيه الصالح والطالح. هاد زوج اشخاص دخلوا لهذا المحل بغاو يشرو شي حاجه منه، كاين فيه هذا الرجل الكبير، واحد فيهم بقى شاغل هذاك الرجل، والشخص الاخر بان ليه واحد الهاتف تما فقرر انه يستغل الفرصه وياخذو. لاحظوا على انه رد البال الرجل ياك ما غيشوفو، فهاد اللحظه راه دار يدو وغادي يتمكن من انه ياخذ الهاتف، دارو في جيبه بسرعه، وهذاك صاحبه مازال شاغل صاحب المحل، وهنا غادي يقول لي صافي راه السرقة سالات وغيخرجوا من المحل. هنا غنشوفوا هذا المتجر الكبير دخل ليه هذا الشاب ومعاه هذه المرأة باش زعما يشرو شي حاجة، لكن هما نيتهم كانت السرقة. هذاك الشاب مشى لهذاك المكان وغياخد واحد الكارتونة او واحد العلبة، لاحظوا معايا مزيان، وغيخبيها تحت الملابس ديالو وغتبقى كتبان. غنشوفوه فاش غيقرب الكاميرا، يعني راه واضح انه داير شي حاجه داخل الجاكيت ديالو، يعني تحت الملابس، لكن حتى شي واحد ما غينتبه ليه او غادي يوقفو، يعني غادي يقدر يخرج من المحل او من المتجر بكل هدوء بلا ما يقلبو حتى شي واحد او يوقفو لا سيكوريتي لا حتى شي حاجه. الكاميرات عندهم دور مهم لانك تقدر تشوف اشنو تسرق وكيفاش وقعت عمليه السرقه، ولكن مع الاسف في كثير من الاحيان ما كيمنعوش عمليه السرقه. هاد الشخص جا لهاد المحل اللي كيتباعوا فيه الهواتف والمستلزمات ديالها، فبغى يشري واحد الهاتف. هنا صاحب المحل عطاه هاتف باش يقلبو ويشوفو ويشوف ليه الكاميرا. داكشي اللي غادي يدير هذاك الشخص، غادي يفتح الكاميرا وغادي يبدا يصور. الان كيف قلنا هو فتح الكاميرا وكيشوف واش الكاميرا زعما مزيانه، واش كتصور مزيان، واش كتشد مزيان هذاك الشيء اللي بعيد. فهاد اللحظه غادي يخرج من المحل وغادي يهرب، وصاحب المحل غادي يخرج يتبعو، لكن مع الاسف غادي يلقاه هرب اشنو غيشد. هاد المراه وضعت الحقائب ديالها في هذاك المكان وقالت لصاحبتها ردي البال باش هي تسول على شي حاجه في هذا المحل. في هاد اللحظه غيجيو شي بنات، صراحه غيديروا خطه خطيره. لاحظوا هذيك البنت اللي دايره فولار ازرق، بنت ليها هذيك السيده رد البال، فقررت انها دير بحال غتسولها على شي حاجه باش تشوف جهتها. في هاد اللحظه البنت الصغيره غتاخذ الحقيبه وغتمشي، وكانت عمليه سرقه ناجحه. هاد زوج نساء دخلوا لهذا المحل باش يشرو شي حاجه، بان لهم هاتف موضوع فوق هذاك الكونتوار، فقرروا انهم يسرقوه. لاحظوا الحركات ديالهم، كانوا مترددين انهم ياخذوا الهاتف. هذيك مولات اللباس الاسود هي اللي قالت لصاحبتها بلاتي ما تمشيش حتى ناخذوا الهاتف، وفي هذه اللحظه غتقول لها غدفعوا ليها، وصاحبتها غيتاخذوا وغيخرجوا من المحل بكل هدوء. هنا غنشوفوا أربعة الأشخاص، كل زوج راكبين على دراجة نارية غيدوزوا الآن. ها هما دازوا، هما هادو ها زوج الأشخاص الأولين، ها التانيين غيمشيو وغيرجعوا، لأنهم بان ليهم هاد الشخص جالس في هاد المكان وهاز الهاتف ديالو، الشخص اللي معاه الطفلة الصغيرة، وكذلك هذاك الرجل اللي على الدراجة النارية حتى هو كان كيتكلم في الهاتف،
الان ها هو انهى المكالمه. فهاد اللحظه غادي يجيو هذوك زوج اشخاص وغادي يهبط هذا الشخص اللي عنده سلاح وغياخذ الهاتف ديال هذاك الشخص اللي كان جالس، وغياخذ كذلك صاحبه الهاتف من الرجل الاخر، وغيكشطوا هاد الاشخاص، غادي ياخذوا لهم جميع الهواتف. اي واحد عنده شي حاجه غياخذوها ليه وبنهار وبدون ردة فعل، لان هذوك الاشخاص كان عندهم سلاح. يعني الا شي واحد فيهم دار شي ردة فعل يقدروا يطلقوا عليه النار. هذا واحد منهم كان كيتسنى صحابه باش يساليو ويهربوا من المكان. فعلا بعد ما سرقوا داك الشيء اللي بغاو غيهربوا في هذه اللحظه. هنا غنشوفوا زوج اشخاص غيعتديو على هذا الرجل وغيطيحوه الارض ويوقفوه، ياخذوا ليه الهاتف ديالو وجميع الاشياء اللي عنده في الجيب ديالو، وبداو كيهددوه. يعني قالوا ليه ارى داك الشيء اللي عندك بلا ما دير حتى شي مقاومه او شي رده فعل. كيف ما كنشوفوا كياخذوا ليه جميع الاشياء اللي عنده في جيبه وكيتباهوا بالسلاح ديالهم وما خايفين من حتى شي واحد. هنا غنشوفوا ربعه النساء غيديروا خطه لهذا صاحب المحل وغيسرقوا واحد الجهاز. نسمعوا لهذا السيد. دابا غتشوفوا معايا اش غيطرى ليه. المهم اللي بغيتكم تشوفوا مزيان هو شوف هذاك السيد اللي واقف على برا اشنو قدامه. المهم هما دخلوا هاد ثلاثه ديال العيالات بعقولهم محجبات الله يعمرها دار، ها هما سولوه على شي حاجه. السيد دابا قال لي عرفتي اش غدير، ما يمكنش ليا نبرز داك، انت دابا غتبيع وتشري، خصني انا دابا نمشي نبدل ساعه اخرى. المهم شوفوا هاد السيدة هادي، هاديك الغليظة الوسطانية زعما باغا تقدا، ها الأخرى جات عاد تبارك الله ما تقول، هادو على المرشدات هادوك اللي عاد تخرجوا، ها هما تيتمحنو تيشوفو، ميمكنش تشك فيهم ولو لحظة واحدة، ميمكنش تشك فيهم، معقولين مربيين. شوف انت يعني صار نقول لك بان البراءة كتصدر منهم. ثلاثة محجبتين الا هذيك السيدة ربما طاح ليها الزيف في السويقة ولا شي حاجة. السيدة هو شوفها خدا شكارته ومشى. السلام عليكم. ايوا تما عالية مولاي مع راسك وحق، ولكن حنز حنا عارفين واش عندك قوة، واش الاحتياطي ولا لا، خاصك تكون برقا قبل معقول وتشوف كل الكوان في ذاك الحانوت كيفاش يتحرك. اذا بغيتي تعيق ما تكونش انت بحال مول الحانوت، مول الحانوت راه تغندف. ما عليناش، ها انت تشد لنا بعضياتهم. ها انت السياسة، سياسة واعرة. هاهي كانت مع هذاك تسولو، قالت لي واش عندك ولا ما عندك، وهذوك شاد لنا من هنا، هذو شاد من هنا. وطبيعة الحال حانوت كبير ما فيش غير واحد اللي حاضي. هذاك السيد راه قال شاد لاكيز ديالو، طبيعة الحال كاينين على ورا. ها هو السيد هذا راه خدام، هاد السيد هذا راه دابا خدام معاه. ها انت دابا هو جاي حاضي، معاش حاضي ولا ولي سوق النساء، الدخل اللي رد بالك يوريكم اربع قنطار ويديو لك راس مالك. ها انت شوف دابا خداو شي بياسة تيشوفو فيها ومدورنها هضرة، والنبي والقرنبي والشغل الخاوي ولي ولي فينا وليدي، وتمسمرتي تاعيتي وجمعتي الحبات تاعيتي، وجاو هاد الجلابيات خدموك مولاي، مشيتي مع الكردات. ها انت هذيك متكية، هذيك مولات الكحل، الاخرى كتهضر معاها، الاخرى هذيك اللي ملهيه، شوف الله على ماش تقول لي تاهي، وهذه اللي من هنا البلان. السيد راه حاضي، شوف شتي راسو، ها هو من هنا حاضي مزيان. ها هي مشات دارت لعندو كتسولو، جات معليه مزيان، ها هي خدات هاديك، هاديك ما عرفتش كتشوف هاديك دابا كتقول لنا واهلاي، شوف هادي دابا كتشوف هاد الشاشة الكبرى، هاد اوم سينما، هاد اكرون بلا، بلازما، ولي ولي، وهو كان بوديرها اون فاس مع مدرقة عليه، ملقا، ها انت شوف دابا دارو، عندهم الخطة ديال فريزر. مع محمد علي سكيفي هنا وسكيفي هنا، وفي الاخر يعطيو الضربه القاضيه.
اشوف مولاي تسمع عليا، ها انت دابا واحد القضيه، الا جينا نشوف واحد لي كلون بلا كانت واقفه، الا مشيتي لا عاود يمكن لك دابا انت ملي تفرج عاود من الاول. هتلقى داك السيد اللي مشى فحالو كانت واقفه قدام واحد اللعبه كحله دايره بحال الطابلو، كانت واقفه هي بيضه بحال بيضه كانت واقفه، ها هي صدقت، ها هي هاد السيده حاطه عليها يديها. كيفاش جات بعدا خصك انت تحنظف كيفاش جات هذيك من تما لهنا، هزوها وجابوها هنا حطوها مور هاد الخليطه هادي مور هاد القحوي، ها هي هي شتيها محطوطه دايره بحال الطابلو، ها هما داروا لها الخطه. شوف مولاي كدور واش كاينه شي كاميرا الساعه، والو ما شفت والو في الكاميرا. شوف هادي دابا عرفتي علاش مشات، جابت هذاك خينا اللي عصات على برا جابته وحنزز دابا. شوف هادي اتفقت مع هادي، هي كتوريها هانت، وحده مشات عند مول الحانوت لهاتو، وحده بقات مع هذاك خينا اللي جابو من الحانوت، ها هي بقات عند مول، ها هي كتزيدي زيدي هاكاك هانت، ها هي تحط. شوف هانت حنزز، ها هي هزتها هانت، هيا زدت هز هاي دارتها الباب. السلام عليكم مول الهندي باع وراح، يلا اشنو هاي سبعتو هادي بمهمتي با 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 با. وهنا غنكونو سالينا هاد الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.